الآن ينضم إلينا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور، ومن الخرطوم مراسلنا خالد عويس. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ من الخرطوم هنا جابر منصور، هل هناك معلومات يعني تزودكم بها الحكومة الأثيوبية عن الوضع الإنساني في إقليم تيغراي، وهل ما زال الطريق الدولي إلى السودان مقطوع، يعني بمعنى أنه يمنع هروب اللاجئين؟ جابر، نعم يوسف، تقول أثيوبيا أنها تسمح الآن لوكالات الأمم المتحدة ولوكالات الإغاثة للوصول إلى المناطق المحررة في إقليم تيغراي. وكلمة المناطق المحررة هذا يعني أن هناك ربما أماكن أخرى لم تصلها الحكومة الأثيوبية حتى هذه اللحظة، قالت أنها استولت على عدد من المدن، ربما بعض المناطق لم تصلها حتى الآن، لكن أقرت بأن هناك اتفاقا تم مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في العمل الإنساني لتوصيل المساعدات الإنسانية وكذلك لتوصيل الكوادر الطبية والإنسانية إلى تلك المناطق لمساعدة الأهالي هناك، وكذلك يعني لمساعدة الفارين الذين قد يعودون من الفرار في هذا الوقت. لكن على الجانب السياسي، اليوم أبي أحمد قفز عن تلك الحواجز وكان قد ناقش مع مجلس الأحزاب هنا في أديس أبابا موضوع الانتخابات القادم في الشهر ربما مايو القادم، وقال إن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، يعني أن هذا يفكر أن يتجاوز هذه الحرب إلى موضوع آخر في وقت كانت فيه المشكلة الرئيسية في إقليم تيغراي نفسها إجراء الانتخابات من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. الانتخابات في موعدها في وقت أعلنت فيه الحكومة تأجيل تلك الانتخابات بسبب كورونا. لكن أيضا العضو المركزي في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والرئيس السابق للبرلمان الأثيوبي خيرية إبراهيم كانت قد سلمت نفسها أمس في مقاله للسلطات الأثيوبية في وقت كانت تعتبر فيه في الماضي أن أبي أحمد يعتبر رجلا ديكتاتوريا. هذا ما يجري من ناحية سياسية، لكن أيضا إداريا حكومة إقليم تيغراي مولا نجا اليوم قد عين عمدة لمدينة شاير، وسيعين أيضا عمد آخرين لمناطق مختلفة في الإقليم. طيب دعنا نتوجه الآن إلى الخرطوم مع خالد عويس. خالد، كيف يبدو الوضع الآن مع وصول هذا المبعوث الأممي لأزمة اللاجئين من أثيوبيا؟ نعم يعني يوسف، يبدو أن هذا أول تأكيد، زيارة هذا المبعوث الأوروبي الرفيع إلى الخرطوم هي أول تأكيد على مساع أوروبية لصنع شراكة حقيقية مع الخرطوم في اتجاه تقييم وردم الهوة الخاصة باحتياجات اللاجئين الإثيوبيين على الحدود الشرقية أو في المناطق الشرقية من السودان. هذا تتويج ربما لمكالمتين هاتفيتين بين رئيس الوزراء السوداني والرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية. المسؤولان الأوروبيان الرفيعان كانا أكدا لحمدوك سابقا الاهتمام الأوروبي وضرورة إشراك المجتمع الدولي في هذه المأساة الإنسانية. مصادر في بعثة الاتحاد الأوروبي كشفت لنا صباح اليوم عن برنامج زيارة المسؤول الأوروبي الرفيع، وهي تشمل لقاءات بأعضاء في مجلسي السيادة والوزراء السودانيين بالإضافة لمنظمات الأمم المتحدة المعنية بهذا الملف ومنظمات أخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر هنا عبر مكاتبها هنا في الخرطوم. كذلك يتوجه المسؤول الأوروبي الرفيع غدا إلى شرق السودان وتحديدا ولايتي كسلا والقضارف الحدوديتين اللتين تدفق نحوهما نحو 45 ألف لاجئ ولاجئة حتى الآن. المنظمات والمؤسسات السودانية العاملة في المجال الإنساني تتحدث عن نقص كبير في المستلزمات الطبية وكذلك في الاحتياجات الغذائية. كان هناك حديث قبل نحو أسبوع من الآن عن تدفق لاجئين من بينهم نساء وأطفال، وهؤلاء النساء من بينهن حوامل أيضا في حاجة لغرف توليد وكذلك ربما عمليات قيصرية، وهذا كله ليس متوفرا بشكل كبير في معسكرات اللاجئين، وهذا
ربما ما يدعو الحكومة السودانية لطلب مساعدات كبيرة من الأسرة الدولية يوسف. نعم، شكرا جزيلا لمراسلينا من الخرطوم كان معنا خالد عويس، ومن أديس أبابا كان معنا جابر منصور.